بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في نصيحة الولاة. وعن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين، أو قال أئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا أول الحديث. تميم الداري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النصيحة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين النصيحة، يكررها 3 مرات. ابتدأها بإن تأتي لتأكيد الكلام وتحقيقه، تأكيد الكلام يعني لا يكون في قلبك ريب منه، وتحقيقه أي أن ذاك هو الواقع، ليس بوهم ولا خيال. فقال: إن الدين النصيحة. الدين النصيحة جاءت رواية هكذا دون إن، وجاء هذا اللفظ بحرف إن التي للتأكيد والتحقيق. الدين النصيحة مبتدأ وخبر. الأصل في الكلام أن يبتدأ بما هو أهم، ثم يخبر عنه بما تتم به الفائدة، لأن الخبر هو يتم فائدة المبتدأ. لو مبتدأ كان دون خبر ما تفهم المراد. فلما قال الدين النصيحة، فهم المخاطب أن الدين، وهو شرع الله، من أقل المطلوب من المؤمن، وهو إزالة الأذى عن الطريق، إلى أعلاها وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ما بينهما أمور عظيمة وكثيرة. هذا الدين حُصر في النصيحة، أي أن النصح والإخلاص وصدق الطلب هو الدين. هذا قد يكون أحيانا من باب المبالغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج فيه شعائر غير عرفة، لكن لما حصر صلى الله عليه وسلم الحج في عرفة دل على أنه الركن العظيم الكبير في هذه الشعيرة التي هي من أركان الإسلام. فلما قال الدين النصيحة، أهو للمبالغة وبيان أن أهم شرائع الدين هو النصح، أو أن الكلام من باب الحقيقة ليست من باب المبالغة؟ إذا جعلنا هذا من باب الحقيقة لا مبالغة فيه، فيفسر
تفسر النصيحة بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل، وكل شرائع الدين المستحبات والواجبات والمكروهات والمحرمات والمباحات هذه إن كانت مكروهات ومحرمات لم يتركها لله لا يثاب عليها، يثاب عليها إذا كان فيها الإخلاص. والواجبات والمستحبات والمندوبات لا تقبل إذا كان إلا إذا وجد فيها الإخلاص لله عز وجل، أي لم يفعلها إلا لوجهه الكريم. فيكون الدين النصيحة إذا كانت بمعنى الإخلاص، يعني ذاك هو الحق لا مبالغة فيه. وإن كان المراد أن أعظم شرائع هذا الدين وخصاله موجود في النصيحة فهذا من باب المبالغة، كما تقول أنت الطبيب عمر والفارس فلان والشاعر كذا، تعني به أن هذا هو الذي يستحب أو يجب أن يقال أنه طبيب. وفيه كذلك إشارة أن يا عبد الله لا تذهب إلى غيره ولا تستمع إلى غيره. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يقولها 3 مرات. فهم الصحابي هذا المعنى وأدركوا أن النصيحة هي فعل يتجاوز حد المرء، يعني الإنسان يكون ناصح لكن هذا النصح لا بد أن يتجه إلى أحد، ما يقال أنصح نفسك لأن هذا يعرفه كل أحد، لا يرضى لأحد أن يفعل شيئا يعود على نفسه بالمضرة إلا إذا كان مجنون، أما العاقل مهما كان يدفع عن نفسه المضرة، إن غلبت عليه شهواته ففعل ما يضره لأنه غائب العقل، فيه نوع من جهل يظن أن هذه اللذة والنفع قد يكون كذا وقد يعاد وقد يمكن أن يتلافى ويعود. أما من علم أن الأمر يعود إلى ما ضر ما يفعلها المرء. لما قال النصيحة فهموا بذوقهم العربي وفطرتهم السليمة أن هذه النصيحة كما تتوجه إلى الشخص تتوجه إلى غيره، فقالوا لمن يا رسول الله؟ لو سمعها أحدنا بالعجمة التي طغت على لسانه والتلوث الذي ساد فكره ما نعرف أن نوجه هذا السؤال، عرفنا أن الدين النصيحة. لكن أولئك أقوام صقلت مواهبهم ودق فهمهم وحسن ذوقهم فعرفوا أن النصيحة إنما توجه لغيرهم، فقالوا لمن، أي هذه النصيحة لمن تكون ولمن تتوجه ولمن ينبغي أن تكون له هذه النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله، واستحسن هذا السؤال منهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم ذلك أحياناً يطرح المسألة أو يأتي بالخبر ويقول ألا تسألون ألا تتعجبون ألا تقولون كذا، قد يمر عليكم في الحديث أحياناً أنه صلى الله عليه وسلم يوجه ألا تقولون من هذا، فهنا أدركوا بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة لله ولرسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هكذا جاءت مجملة. تفاصيلها كثيرة والناس يتفاوتون في إدراك وفهم هذه التفاصيل، لأن النصيحة لله قد يدرك المرء أنها خاصة بالعبادات،
تخلص في العبادات وتصدق فيها. وقد يكون من هو أوسع معرفة من هؤلاء يقول أنها لا تخص بالعبادات، بل أنها تخص الله عز وجل وتخص جميع ما يفعله المرء مما هو قربى إلى الله عز وجل. فما كانت لله فأنك تعتني فأنه يجب عليك أن تعرف حق الله عليك وما يجب لك نحوه سبحانه وتعالى، وتعلم أن له صفات اختص بها سبحانه ليس لأحد فيها شبه ولا شرك ولا نصيب، وأنه سبحانه وحده الذي تفرد بالخلق، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعطي ويمنع، وأنه لا يكون في الكون شيء من تصرف سواء كان من العباد أو من الجماد. كيف من الجماد؟ الحيوان ما يفترس آخر إلا إذا سلطه الله عز وجل، والأرض لا تزلزل إلا إذا أرادها الله عز وجل، والسماء لا تمطر إلا إذا شاء الله عز وجل. كل شيء يقع في الدنيا من جماد وحيوان ومن بني آدم إلا إذا أراد الله ذلك، إن لم يرد لم يحصل ذلك. فما كان كذلك لا ينبغي لعبد أن يظن هو الذي فعل، فلا تقل نحن نقضي على الفقر، ولا تقل نحن الذي أنعمنا كذا ونحن الذي أوجدنا كذا وكان الانتصار منا. لا لا يا عبد الله، لا تنسب شيئا إليك، فإن الأمر كله بيد الله. الأمر يعني ما يحدث من حوادث وما يكون في الكون وما يجري تراه الله عز وجل. إذا أدركت هذا المعنى يحصل لك حينئذ معرفة حق الله عز وجل وما يجب له، لا تخاف إلا منه ولا ترجو إلا هو سبحانه، ولا تدعو غيره، تخصه بالدعاء والرغبة والرهبة، الرغبة في كل ما يعود إليك بنفع. لا يتعلق قلبك بفلان، بيده الأمور، هو الذي يعين ويمنع، ولا يتعلق قلبك بفلان أنه هو الذي يعطيك وهو الذي كذا، ولا تخشى أحداً أنه الذي يضرك أو يفيدك أو ينفعك، الله الذي يفعل ذلك. هذا يا عبد الله يولد في القلب وقاراً، ويولد في القلب خشية وخوفاً من الله وحده، ويولد في القلب حباً ورغبة أن الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك وهو الذي تلجأ إليه. فالنصيحة أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وتعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علماً، ما في الدنيا شيء يخفى عليه. لا تظن أن ما يحصل من ويلات وكروب وما يحصل من إسعاد وأمطار وغيرها أن الله لا يعلم عن ذلك، لا يعلم شيئا عن ذلك، يعلم سبحانه. فإن علمت فتكا ببني آدم وضرر واسع فاعلم أن الله عز وجل فعل ذلك عن حكمة وبسبب من البشر. فإذا حصل أمر فيه خير عن طريق مخلوق، الله هو الذي هيأ المخلوق. فإذا حصل كسوف أن الشمس حالت بين القمر وضوئها أن يصل إلى الله إلى الأرض، فاعلم أن الله هو الذي فعل ذلك. وإذا وجد تخلخل في طبقات الأرض وحصل ما حصل من هزة وارتجاج، فاعلم أن الله فعل ذلك، هو الذي خلق السبب والمسبب. فمن أنعم عليك تشكره على ذلك، أنه وفق لهذا الخير. ولكن الشكر الأول أن الله هو الذي بعثه، ما تشكر، اشكر الله هو الذي بعث فلان،
إنما شكره هذا يجب، لأن المخلوق من فعل معك معروفا فكافئوه، فإن عجزتم فقولوا جزاك الله خيرا. وأما هذه التصرفات فاعلم يا عبد الله أن الله وحده. فالنصيحة لله أنك إذا عملت عملا تريد به وجه الله عز وجل سرا وعلانية أخلص فيه، وليكن قلبك في غاية الحب لله توجه به، وأنت لا يتعدد في طلبك طلب آخر، لأن عندنا صدق وإخلاص. الصدق توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب. الطلب فلان تجهز يريد العمرة، والعمرة يعلم أنها مكفرات للذنب، فيه توسع للرزق، والله عز وجل يثيب العبد على فعل ذلك، فأنت تريد من هذه فضل الله عليك وحمايته ونفعه. لا بد أن تعلم، إذا علمت ذلك لا بد أن تخلص أن هذه العمرة لله عز وجل، لا لأجل أن فلان يراك محرم فيقول فلان أعطوه كذا. وإذا كان عبدا أخرجوه إلى الحرية، وإذا كان كذا تريد شيئا لا ينبغي. لا بد أن تخلص هذا الأمر لله عز وجل، وأن توحد الطلب، هذا توحيد المطلوب، المطلوب هو الله عز وجل وجهه، ولا بد أن توحد الطلب. توحيد الطلب نأتي بالعمرة، وأمثلها واسعة، أمثلتها واسعة. أنا أسافر والطريق المختصر هو كذا، لكن أحب أن أحيد عن الطريق لأن لي قريب أحب أزوره، أو بضاعة أريد الحصول عليها، أو مصلحة أو منفعة. لم توحد الطلب، لو وحدت الطلب ما تزاحمت عليك هذه الأمور. اعمل هذه، وحد الطلب لله عز وجل، فإذا انتهيت اعمل ما شئت من المباحات. توحيد الطلب يسموه الصدق، فلان صادق، إذا رأيته يتفانى في العمل لا يهمه شيء آخر، لا يتغدى إلا حين وجود الغداء، لا يذهب هنا وهنا يتسلى، تقول فلان صادق في عمله، وهكذا فلان صادق في طلبه. وأما الإخلاص هو توحيد المطلوب. والإخلاص لله أنك تعلم أنه له صفات علا تؤمن بها وتعمل بموجبها، وتعلم أن الله وحده الذي خلق الكون، فيجب عليك أن تعبده وحده إكراماً وإجلالاً وهيبةً ورغبةً فيما عنده. الناس يعملون الأعمال من باب الاعتياد، يصلي الصلاة لأنها مكتوبة، ثم يتثاقل إذا صلاها الإمام باطمئنان، يعطي الصدقة وقلبه غير مطمئن لعلها ينقص من ماله شيء. فهذا لم يعطي الله حق جلاله، ولم يكمل له وقاره في، لم يكتمل وقاره لله في مثل هذا الحال. فالنصيحة لله معناها أوسع، إنما أتينا بجمل منها. والنصيحة لكتابه أن تؤمن بأن هذا الكتاب منزل، وأن الله أمرنا بتلاوته وأمرنا بتدبره، فتخلص إذا قرأت، ما يكون قلبك معلق هنا وهنا، فإذا جاء الشيطان واقتنص منك غفلات ثم تذكرت عد إلى الله عز وجل. افعل هذه مراراً، قد لا يخلو المرء من غفلات فيصطاد الشيطان منه هذه الغفلات، ثم اعمل بما جاء في كتاب الله قدر المستطاع. فإن جاء بإكرام الجار قم بإكرام الجار، وإن استعاذ أمرنا ربنا بالاستعاذة من الحسد
فحاول إن وجد في قلبك شيء، ولا يخلو إنسان من هذا النوع، فإن رأيت شيئاً أنك حسدت فلان على نعمة أو أنك سررت بمكروه نزل على مؤمن، جاهد نفسك لا تبرز ذلك ولا تخرجه. فهذه نصيحة لكتاب الله عز وجل. فإذا جاءك أمر من الأمر، أمرك بإقام الصلاة، إقامتها أي إعطاؤها وأداؤها على الوجه الذي أمر الله به من الخشوع وتمام الطهارة والإقبال على الله عز وجل، هكذا في شأن العبادات كلها. فإذا عملت هذا في كتاب الله جاءت الجنة، ذكر الجنة تؤمن بها، وتطلب من الله عز وجل أن يديم عليك الاستقامة لتنعم بما أوجد الله فيها. وإذا جاء ذكر النار أو أن الله لعن أقواماً لأعمالهم، فأنت تستعيذ من هذه الشرور وتبتعد عنها. وإذا مدح الله أمراً حاول أن تقوم بهذا الأمر وتفهمه. في كتاب الله أمور، قد يكون الأمر وهو التكليف ليس موجهاً لك. أمرك الله ببر الوالدين، مات الوالدان وأنت صغير، ادعو الله لهما. فالبر المطلوب ما هو متوجه لك، إنما متوجه إلى غيرك. فإذا أمر الله بإعطاء الزكاة وإخراجها وأنت فقير، لست المطلوب بهذا الطلب، لكن لابد أن توقن أن الله لو أعطاك تستجيب لهذا الأمر، ويكون في قلبك تصديق لما جاء في كتاب الله. أما معرفة تفاصيل الأحكام، فالله عز وجل يحب من عباده أن يعرف ما أنزله الله على رسوله للناس. يحب منك أن تعلم مراد الله من هذه الآية، تفقه فيها قدر الإمكان، احترم كتاب الله فإنه من النصيحة، انشر كتاب الله بين الناس فإنه نصيحة من النصيحة، حاول أن تعظم كتاب الله عز وجل، لا يهان ولا يذكر بسوء، ترفعه في مكان رفيع، تجله عن الطهارات والقذارات، لا تحاول أن تحفظ به مكان. ما شاهدتم المصلين إذا أراد شرب قهوة ولا تمر حط المصحف في الأرض، هو ما وضعه من باب الإهانة، ولم يرد أن يرفعه هناك لأن يرى عليه المكان، ولا يحب أن يحط النظارة لأنها يخشى أن تتحطم، ولا الجوال لأنه يخشى أن يسرق. أما كتاب الله لا يهمه. ما رأيتم هذا؟ هذا نشاهده، هذا ما عنده وقار لكتاب الله. ولذا تجد كثير منهم يعطي المصحف لولده ليعبث فيه، ما يعطي الجوال. ما شاهدتم هذه؟ فعظم كتاب الله فإنها من النصيحة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن النصح لكتاب الله. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. كل أمر فيه تعظيم كتاب الله حاول أنك تفعله ويقر في قلبك هذا المعنى، وإن لم تبتلى بذلك. ما شاهدت أحد يحتقر كتاب الله، احمد الله. فإن شاهدت مبتلى احمد الله أن الله عافاك، وحاول قدر الإمكان أن تنبه الجاهل بلطف. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم إن كان حيا صلى الله عليه وسلم لا تناديه باسمه، ما تقول يا محمد، قل يا رسول الله. وإذا خاطبته لا ترفع صوتك فوق صوته صلى الله عليه وسلم، بل وليكن صوتك دون صوته في خفض وتؤدى وأدب. فإذا واجهته لا تحملق وتوجه سؤالك كأنه خصم لك، يعني في ندك، وهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم. ولا تتقدم بين يديه في حكم حتى تعلم ما الذي يقول.
تنصره في حياته وتسمع وتطيع. فإذا قبض الله رسوله إليه صلى الله عليه وسلم وفاتك أن تكون معه في هذا الشرف فانصر سيرته فانشر سيرته صلى الله عليه وسلم، احفظ السيرة وغزواته وأفعاله، حاول أن تطبق ذلك على نفسك، تعمله وتنشره بين العباد، تحبه وتنشر سنته وتحافظ عليها. فمن رأيت أنه يكذب على رسول الله تكرهه، ومن رأيته أنه يعصي رسول الله في سنته فهذا جاهل، ترفق به وتبين له الحقيقة، تكرهه على هذه المعصية وتحب منه جوانب أخرى، لأن ما في مؤمن يكون شراً كله إلا المنافق والعياذ بالله، الذي يضمر في داخله خلاف ظاهره. هذه التقية شأن الرافضة، وهذا التحايل والكذب شأن المنافقين. إنما المؤمن عنده حب الله ورسوله، ويتفاوت الناس في ذلك، لكن من عصى الرسول أو ثقل عليه أن يسمع كلامه، لو ابتليتم في مجالس ثم فتح المذياع على حديث رسول الله رأيت وجوها تمتعض. إيش معنى تمتعض؟ يعني الكره أصله في القلب، البغض والحب في القلب، لكن هذا البغض وهذا الحب ما يستطيع الإنسان أن يكبته تماماً حتى لا يعلم جليسه عن ذلك، لا يكون، لا بد من فلتات. يظهر هذا في العينين ويظهر هذا في الجبين وتقاسيم الوجه. ما رأيت حين بين جلسائك إذا ذكر أمر يكرهه بعض الجالسين ويحبه بعض الجالسين يمتسم هذا ويمتعض هذا، ما شاهدتم هذه؟ لاحظوا تشاهدونه. فالبغض والحب يظهر أثره على الوجه، فيأتي تأتي بالسنة أو القرآن في وجوه تمتعض، قد لا يكون كرها للقرآن لكن الإيمان ضعيف، يجد أن هذا فيه ثقل على النفس. افتح باب نشيد أو غناء أو سالفة من سوالف الشهوات تجده يصغى إليك بأذن عجيبة، احمد الله أن الله عافاك من هذا، وارأف في حال هؤلاء فإن فيهم جهل، ارفق بهم وبين لهم قدر الإمكان. فالنصيحة لله ولرسوله في نشر سنته والعمل بها والدعوة إليها. قلنا لمن يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. قلنا لله، قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. لما قال صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين، ما يعني أن هناك عدة أئمة في بلدان مختلفة بعيدة، ما كان هذا في عهده، ولا كان في عهد بني أمية، بعدين صار النزاع واختلاف، ولا دولة واحدة. فلما قال أئمة المسلمين يعني بهم الولاة الذين لهم زعامة على جماعة من المسلمين، إما عالم أو رئيس فرقة أو أمير قرية أو صاحب سلطة في مكان ما، رئيس بلدية، رئيس دائرة، رئيس كذا، هؤلاء هم ولاة تبع للإمام الأعظم. فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لهؤلاء: فيا من يعمل أجيرا تحت إمرة شخص ما. الأجير يا عبد الله مو معناته العامل، الذي ليس محصورا في العامل
الذي يدفع له الأجر باليوم لا الموظف، والذي يعمل سنوياً بأجرة سنوية كالخدم أو بأجرة شهرية، كل هؤلاء أجراء. فالأجير له رئيس يتولى أمره، لا بد أن تنصح له لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. كيف تنصح إمام المسلمين؟ إمامك الذي يرأسك إذا كلفك بأمر أد الأمر على وجهه إن لم يكن معصية، لأنه لا يستقيم شأن الناس ولا يستتيب لهم أمر ولا يصح لهم نجاح إلا إذا أخلص هذا وهذا وهذا. أما أن تخرج عن ما طلب منك من ساعات أو تدلس في عمل من الأعمال أو لا تؤديه على وجهه، فإنك لم تنصح أئمة المسلمين. فالنصح له أن تؤدي العمل بإخلاص، وأنك تخلص له إذا رأيت من يشاغب عليه، ما تذهب إليه تقول والله فلان وفلان، لأن هذا من باب السعي والنميمة. إنما تنصح أولئك وتبين لهم أن هذا خطأ، إن رأيتم يا جماعة أن هذا لا يلائمكم توجهوا إليه. قالوا لا، أن خاف يصلنا، دل على أنهم أرادوا شغباً لم يريدوا وجه الله. لو أرادوا وجه الله وعلموا أن هذا فيه مضرة في دينهم ودنياهم لأقدموا إليه بأسلوب حكيم. إن أطاع بها ونعمة، وإن لم يطع فأنت بلغت، والله يتولى الأمر. وهكذا النصيحة لهم بإسداء ما يدفع عنهم السوء وما يقربهم من الخير دون مشاة ولا فساد ولا إجلاب رئاسة لضرر بعض الناس. قلنا لمن يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. إن رأيت أنه لا يبلغ، ما تستطيع البلاغ، لن تصل إليه، لأن بعض الرؤساء ما يحب يشوف مرؤوسيه، ما يحب يقابلهم، هذا حتى في المكاتب الصغيرة، وقد يكون فيه نوع من طغيان، وقد يكون فيه نوع من جبروت، وفيه نوع من استئثار. فأنت ما عليك يا عبد الله، لأنه قد يلحقك مظلمة أنه صرف العملاء قبل الوقت إلا أنت طلب منك أداء الوقت، هذا لا يستوجب أنك تعصي الله فيه، ولا يستوجب أن تخونه. انصح له، ما كان ضرر شخصي لأنه رأى أنه ينتقم، هذا أمره إلى الله، ما أمره إليك يا عبد الله. أدي الوقت المطلوب منك، فإن كان الأمر في معصية فالتقف بجانب الله، فإن الله ينصر من ينصره. الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، هو غني عنك، ما هو في حاجة إلى نصرتك، لكن أراد أن يكرمك سبحانه. فإذا علم منك الإخلاص أيدك، تكون برفق ونصح وقلب مخلص. أئمة المسلمين من الإمام الأكبر إلى الأئمة الآخرين، ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني جميع رعايا المسلمين. النصيحة لأجل أن تعرف أنه الإخلاص ووحدة الطلب ترى نقيضها أحياناً، تعرف دلالة الألفاظ قد يعرف بتحديد المعنى. الخوف جلبة تحل بالصدر يضطرب قلب الإنسان منها، لأنها أمر مخوف نازل عليه. في بعض الألفاظ
تفهم دلالتها ما هو من تحليلها وتعبير عنها، إنما يفهم بذكر ضدها. فإذا قلت النصيحة ضدها الغش والخيانة يتضح لك الأمر، لأن كل غش في قلب المرء للإمام وللمسلمين، ما أكثر هذه الخداع والحيل والكذب وإضمار السوء وغشهم، كل هذه ضد النصيحة، لأنك لو نصحت ما غشيت البيع، ولو نصحت لصدقت في ثمن السلعة، ولو نصحت لأديت العمل على وجهه، ولو نصحت لأديت الأجير أجره موفورا. ما قلت تعال غدا وتعال بعد غد وتماطله ولا تؤدي، ولو نصحت لقلت حين بيعك هذه السلعة فيها كذا وكذا. أما أن تغش ثم يستلمها وينصرف عنك ويظهر أنها فاسدة وفيها عيوب، فأنت لم تنصح لأئمة المسلمين بل غششتهم. فالنصيحة نقيضها يا عبد الله، كل خداع ومكر وكيد وغش وتدليس يدخل في النصيحة. ولذا كثير من أهل العلم يظنون أن النصيحة في المعاملات، هي أغلبها في المعاملات، يعني فيما بين الناس. ولذا لما قل في قلوب الناس معرفة حق الله عز وجل ووحدانيته وتصرفه، ظنوا أن المكاسب وإدخال النعيم وما يلذ الإنسان إنما هي بالجهد والمكر والحيل، فتجده يكذب على هذا في العقود ويخون هذا في العقود ولا يؤدي الأمانات في كذا، لأنه يرى أنه ما يستطيع. كيف أنمي مالي وكيف أفعل وأبني بيت والناس لهم بيوت إلا من طريق الربا والتزوير والكذب والأعمال الدنيئة، وأحياناً يدخل في وظائف لا ينبغي الدخول فيها وغير ذلك، لقلة معرفته بالله عز وجل وضعف إيمانه، وإلا لو علم ما فعل هذا. يقول تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. 3 مرات قلنا: لمن يا رسول الله؟ ولذا جعلوا هذا الحديث ربع الشريعة، ربع الإيمان. قسموا الإيمان 4 أقسام، وبعضهم يجعله الدين كله، الإيمان كله، لأن به قوام الأمر وسيادة الناس واستقامتها، ما يكون في هرج. لو سادت الخيانة كما نراه الآن، ولو ساد عدم الأمانة كما نراه الآن، وكما يكون في الغش، حتى التاجر له من الأموال ما لا تستطيع عده، ومع ذلك يحاول أن ينتهز أي فرصة لأجل أن يكسب منك مالا، فيبيع الأشياء القديمة بأسعار باهظة، ويحتكر الأسواق في أمور، ويغش المسلمين في أمور، والله عز وجل يتولى أمور الناس. واسأل الله عز وجل أن عافاك من مثل هذا، واسأله سبحانه أن يلطف بهؤلاء الجهلة وأن يمن عليهم بتوبة، لأن من نصيحتك لهم لا تحمل غل ولا تتمنى هلاك، ولا تدعو على ولي الأمر، لو دعوت عليه أو على هذا الجاهل فكأنك قلت: يا رب سلط عليه الشيطان وليزد في وزره، فأنت زدته شر على شر وأذيت الأمة. اسأل الله له الهداية والتوفيق، وأن الله يبعده عن الشر. هو فرض عليك، الله عز وجل مكن له ولم يمكن لك، إن لم تطع
فيما هو حق لله وحق للمؤمنين المشرعين، وإلا كنت عضوا فاسدا في هذه الأمة تؤلب على الناس وتخرج الشرور. لو كان العاقل يعرف أن هذا الذي سلط عليك أن الله مكن له، فليس هناك منجاة إلا أن تدعو الله عز وجل أن يعطيك حقك وأن يتولى أمر هؤلاء بالهداية والتوفيق، لاطمأن الخاطر وسر القلب يوم تفرض الضرائب ويخصم من المرتبات. لا تظن أن كل الناس في زلزلة، لا يا عبد الله، ترى هناك قلوب مطمئنة، الله عز وجل أسعدها وأوجد لها من الهدوء والطمأنينة ما لا تعلمه أنت ولا نعلمه نحن، لكن من القلوب مضطربة ومن القلوب وجلة ومن القلوب ما يشيع الفاحش والفساد. فاحمد الله أنك لم تكن كذلك. ويا عبد الله، إن مرت عليك من هذه الخطرات احمد الله أن يزيدك منه، واسأل الله عز وجل أن يرزقك الإطمئنان والسكينة والطمأنينة، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.